بالرياضة نهزم السرطان، ينطلق يوم السبت المقبل ماراثون بالرياضة نهزم السرطان اللي ينظمه فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض. هذه الحملة تهتم بتنظيم فعاليات توعوية تطوعية لنشر الثقافة الصحية في المجتمع. نرحب بضيوفنا اللي منورينا الليلة بالاستديو، بداية نرحب بالأستاذ بدر الفضلي وهو رئيس فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض. مساء الخير أستاذ بدر، حياك الله. الله حياك الله، أهلا وسهلا فيك. خليك حبيبي. وأيضا نرحب بالأستاذة منى اللهو نائب رئيس الفريق، مساء الخير أستاذة فاضلة. يسعد مساك. أهلا وسهلا فيك. هلا فيك. وأيضا نرحب بالبطلة والسفيرة شوق الجويهل، سفيرة محاربي السرطان. مساء الخير يا شوق. مساء النور. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله ويا هلا ومرحبا. انطلق معاك بداية استاذ بدر، نتكلم عن هذا الماراثون بشكل سريع، عن هذا الفريق، فريق الخطوة الأولى، ونعرف المشاهد الكريم على هذا الفريق. والله هو الفريق هذا يعني فريقنا أول شيء تطوعي، اسمه فريق الخطوة الأولى للوقاية من الأمراض، فريق متخصص في الوقاية من الأمراض وعن الصحة. الفريق هذا تأسس من قبل 3 سنوات وتم إشهاره رسميا بعد ما وزارة الشؤون نظمت العمل التطوعي. تم الإشهارة يعني مقابل سنة وما يقارب سنة وشوي، من شهر 11 أعتقد يعني إشهر رسميا ومن وزارة الشؤون، والحمد لله ربي. الله إن شاء الله. وشلون الأعداد اللي انضمت لكم؟ والله أعداد يعني أنت عارف المتطوعين يعني في عندنا عدد ما يقارب حاليا 40 شخص. ما شاء الله. والعدد قابل للزيادة، بس تعرف المتطوعين حسب ظروفهم يعني. نعم. حسب ظروف الفراغ عنده أو الوقت اللي عنده، بس الحمد لله العدد قابل للزيادة وقاعد نزيد الحمد لله ربي. أستاذ منى، بعد ما تعرفنا على هذا الفريق مع أستاذ بدر، خلينا نتكلم على أبرز أهداف هذا الفريق. أول هدف حق الفريق إن إحنا نبي نرفع مستوى الوعي الصحي بين الأسر الكويتية. نبي ننشر الثقافة الصحية، نبي مستوى الثقافة الصحية يكون أحسن من الوضع الحالي اللي احنا فيه. نعم. هذا أول شيء. ثاني شيء إن احنا نبي يصير في وعي عند كل فئات المجتمع، إن كان الذكور أو الإناث، الصغير الكبير، كل الفئات لازم تفهم شنو يعني ثقافة صحية. تملكون أنتم الأدوات الكافية اللي تقدرون توصلون منها هذا الأهداف، ولا عندكم عراقيل بعد مشاكل؟ في عراقيل طبعاً، ما في شيء يعني بيجح. ما يكون بالسهل، في شيء يكون يعني شوية عائق، بس إحنا قاعدين نحاول كثر ما نقدر إن إحنا نسوي ندوات، نسوي محاضرات في الأماكن العامة. حلو. يعني بدينا في المدارس، بعد في بعض الشركات اللي يعني في حال يسمحوا لنا نروح نعطي محاضرات ونعطي ندوات، كلها هدفها يعني نشر الوعي الصحي. نعم. بارك الله فيكم، بارك الله في جهودكم. شوق، لما نتعرف ونعرف المشاهد على قصتك وقصه السفيره، شو تسوي؟ قاعد تجهزين الاجابه ولا تحاتين السؤال؟ لا، اجهز الاجابه. تجهزين الاجابه؟ لا ما شاء الله، السؤال سهل واجابتك اكيد راح تكون مميزه. سفيره محاربي السرطان، هذا اللقب، هذه القصه، هذه التجربه اللي انت مريتي فيها، نبي نوصل هذه الايجابيه لكل من يشاهدنا ويتابعنا. شوق، طبعا قصتي هي ألم بالنسبة لي، بس عرضت غيري أمل. بدأت قصتي ب 2013 شهر 1، اكتشفوا أن فيني لوكيميا، سرطان بالدم. نعم. وقال لي أن أنت لازم نحدد أن أي مرحلة وصل يعني، ولازم نشوف. فسووا لي الخزعة اللي هي أن يأخذون عينة صغيرة من النخاع عن طريق الإبرة. نعم. وخذوا مني وشافوا أن لا يعني في أمل أن أتشافى، فعطوني أن الخطوة الأولى اللي هي أن لازم أنا أخذ الكيماوي، واحتمال أنه ما ينفع، واحتمال أحتاج زراعة نخاع. فحطوا احتمالات، ما بين هالاحتمالات كان الموت، بس الحمد لله أن بقوتي وإرادتي وطبعا بإيماني بالله أن أنا قادر أهزم المرض مثل ما ابتلاني، أنه قادر أشيل عني هالمرض. فالحمد لله أول شيء سويت أن أنا اقتنعت أن خلاص أن شوق أنت فيك هالمرض وما تقدرين تغيرين شيء، كل اللي تقدرين تسوينه تأخذين علاج الكيماوي بس خلاص، ان سلمي نفسك لرب العالمين. سبحان. الحمد لله سلمت نفسي رب العالمين، والحمد لله تشافيت وهزمت المرض. اللهم الحمد لله انا بينكم اليوم. اللهم لك الحمد، ربي يمدك بالصحه والعافيه ويشافيك المريض يا رب. فهذه الايجابيه وهذه الروح جدا جدا مهمه، وهذا النموذج الايجابي اللي متواجد معاكم اليوم. ففعلا يعني جمله قالت جدا جمله مهمه، انا خلاص انا تعرضت لهذا المرض، المرض موجود فيني، كيف اتعامل معاه اليوم؟ يا احارب هذا المرض بارادتي وشجاعتي بايمان بالله سبحانه وتعالى قبل هذا كله، وخلاص ما استسلم من هذا الموضوع. فبارك الله فيك، وبارك الله في من ساندك في هذا الامر الامانه، وفعلا نموذج نفتخر فيه. واعتقد ان استاذ بدر ايضا، استاذ منى لكم تجربه بهذا الموضوع، ان بنتكلم عن تجربتكم الخاصه في هذا الامر اللي من خلال اليوم تشكلون هذه الفرق.
والله أمانة يعني ما أدري، هو مرض السرطان أنت بعد يعني إحنا ما نتكلم فيه علميا أو طبيا، نعم نتكلم عن تجارب يعني. نعم. بس من واقع تجارب يعني إحنا يمكن أنا يعني خسرت أختي، خسرت أبوي، خسرت زوجتي في مرض السرطان. لذلك يعني الواحد توجه حق الأعمال هذه، توجه أنه يعني اللي شفته أنا في حياتي ما بي غيري يشوفه، ما بي أنت وغيرك وغيرك يشوفه. يعني هذا الهدف يعني كان من التطوع، وهذا الهدف. إحنا عندنا يعني الفريق متخصص مثلا في الأمراض كلها، لكن عندنا مثلا مرضى السرطان شوي معاملة خاصة لهم، يعني بما أنها قضية يعني شوي حساسة وقضية اليوم موجودة في الكويت يعني بشكل يعني يمكن شكل كبير، أو وما في يعني اليوم يمكن ما في بيت، ما في أحد، ما في يعني ما مسها الشغلة هذه. فإحنا شوي يعني عندنا قضية السرطان لهم معاملة خاصة، يعني شوي يعني قاعد نعتني فيهم أو قاعد نركز على قضية السرطان بالذات، يعني تركيز شوي يعني يمكن الثقافة موجودة. نعم. يعني الثقافة الصحية بشكل عام موجودة، بس عندنا بعد يعني فوبيا السرطان ما زالت موجودة يعني. صحيح. الجانب النفسي موجودة يعني. الجانب جدا النفسي مهم يعني. وانتم اليوم تقدمون هذا النموذج الايجابي من خلال هذه التجارب، ما انطويت على نفسك والله وقعدت وقلت والله خلاص اللي جرى معي، لكن بالعكس قدمت نفسك حق المجتمع وقاعد تطرح قضيتك وقاعد تحاول يعني تتفاعل مع الناس وتوجه الناس. هو اللي تشوفه انت لازم يعني انت يعني التجربه اللي شفتها لازم غيرك بعد يستفيد من عندها، مو شرط ان انا استفيد وبس خلاص، ان غيري يستفيد. ممكن انا يعني ابرزها حق الناس، اطلعها حق الناس عشان الناس تستفيد من عندها وتشوفها يعني. نعم. انت يعني بعد المرض من الله سبحانه وتعالى، لكن المواجهه منك انت. صحيح. يعني انت بعد لازم تواجه. احنا يعني ذاك اليوم ما حد قال كلمه وايد حلوه، قال مريض السرطان حتى اهله مرضى وياه. نعم. يعني فالمحيط المجتمع اللي فيه اهله او اقرباءه هم بعد يعتبرون مرضى معه، مو مرضى مرض فعلي لكن مرض نفسي، مرض شغله. صحيح. لازم يشجعونه. صحيح. لازم شوي يعني. نعم. هذا الهدف يعني. استاذه منى ايضا نتكلم عن تجربه. والله بالنسبه لي انا تجربتي كانت بالنسبه لي يعني تشكل صدمه، ان يعني انا صار ان عندي 3 اصابات بالسرطان بعيالي، فكان يعني بالنسبه لي المصيبه جدا عظيمه. شلون راح اقدر يعني اتعامل مع هذا الشيء الكبير؟ يعني انا بحياتي ما كان عندي خلفيه يعني عن اي مرض، او ما يعني عاصرت احد من اهلي انه طاح في هذا المرض. فكانت صدمه بالنسبه لي بالبداية طبعا، بسبب ان انا اصلا اساسا ما كان عندي وعي صحي ولا عندي ثقافة صحية. فعشان كذي انا يعني خذت على نفسي عهد ان لازم كل ام تفهم شنو يعني ترفعين مستوى ثقافتك الصحية. فكانت بالنسبة لي صدمة كبيرة، وبالبداية كانت سببت لي حتى يعني هزة نفسية، ان انا حسيت ان ما عندي حتى ثقة بنفسي. بس يعني لما قعدت وتكلمت مع الدكاترة وشرحوا لي طبيعة المرض هذا، بدأت شوي اتمالك نفسي واحاول ان انا يعني اكون قوية، علشان يعني العيال هذول محتاجين ام. صحيح. تكون قوية علشان يعني توقفهم على ريولهم. لكن قدر الله وما شاء فعل، يعني ان الله سبحانه وتعالى اختار 2 منهم ونجى الثالث الحمد لله. الحمد لله. يعني سبحانه. اهم الواحد يقول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين عادل في كل الاحوال. سبحانه. الحمد لله. لكن يعني هذه تجربه وايد صعبه على النفس الام وعلى المحيط الاسره، مثل ما قال الاستاذ بدر، يعني هو الاسره كلها تعبانه والاسره كلها مريضه مع هالانسان المريض. بس احنا الحين يعني انا واستاذ بدر وغيرنا اللي موجودين بالفريق بعد حالات ثانيه هم عندهم نفس المشاكل، يعني طلعنا من التجربه هذه بان احنا لازم يكون عندنا وعي صحي، لازم ناخذ الاعراض اللي احنا نشوفها هذه على محمل الجد، لازم نوعي حتى اللي حوالينا اللي نحبهم ونعزهم ونبيهم يظلون معانا ويعيشون معانا بصحه وبسلامه، لازم نكون احنا خط دفاع اول سواء عن انفسنا او عن غيرنا. بارك الله فيكم، الصراحه الخطوه اللي قاعد تاخذونها فعلا خطوه ايجابيه، وقاعد نشوف فيكم الشجاعه ونشوف فيكم هذا الحماس، وكم انتم فعلا اللي تعرضتوا له شيء ما هو بسيط. يعني اي كلام انسان في هذا الجانب والله لانه فيكم حقكم في هذا الموضوع، وخذيتوا على عاتقكم هذا الهم بكم تنقلونه الى المشاهد، تنقلونه الى الناس، تمارسونه مع العالم، تقول يا جماعه تعالوا شوفوا هذه تجربتنا احنا، وعملنا 1 و2 و3، ونبيكم تتجاوزون هذه المرحله من خلال هذه التوعيه. لذلك مهم جدا حضور الجميع الامانه في هذا الماراثون وهذا الانطلاقه. بنعرف الناس استاذ بدر متى راح تكون هذه الانطلاقه ان شاء الله، وين فيه؟ الماراثون راح يكون يوم السبت بتاريخ 4/2 اللي هو يوم السرطان العالمي على مستوى العالم، بعنوان بالرياضه نهزم السرطان.
راح ينطلق من احواض السباحه، مجمع احواض السباحه الى الجزيره الخضراء الساعه الواحده ظهرا، وراح يكون في البدايه الرجال وبعدها بنص ساعه النساء، وراح يكون التجمع في الجزيره الخضراء. واحنا يعني دعينا الناس كلها تشارك في المهرجان وتشارك حتى في التجمع، خلال التجمع راح يكون في فعاليات يعني ان شاء الله. نعم، شق الفعاليات، كلمينا عن دورك مع هذه الحمله مع هذا الفريق وال يعني التوعيه اللي راح تقومون فيها المتعلقه فيك شخصيا شلون؟ انا دشيت الخطوه الاولى ان كنت ابي اساعد غيري، فالحمد لله هم ساعدوني بهالشيء ان احقق امنيتي ان اساعد غيري، وان لما انت تشوف واحد مصاب بالسرطان اول شيء يعني ان لما يشوف متشافي هو راح يقول ان اوه انا اقدر اكون مثله، صح. فهذا الشيء هم ساعدوني ان اقدر ازور المرضى واقدر ادش عليهم وان افرحهم بورده او اي شيء ثاني، فوايد ان ساعدوني ان قدرت ازرع الامل يعني بالمرضى. قاعد يتفاعلون معك شوق، يسالونك اسئله خاصه بالموضوع هذا، تشوفينه يتغير اللي قدامك؟ اي خصوصا البنات ان يسالوني خسرتي شعرك؟ اقول لهم خسرته اي، واوريهم صور اقول لهم شوفوا قبل ان لما ما كان عندي شعر وشوفوا الحين، فاحيانا ان اوريهم ان شوف الفرق ان اوكي خسرت بس كاني ترى رجعت مثل ما انا كاني مو مصابه بالمرض. حتى في ناس يقولون لا مستحيل انت تكون مصابه، قلت لهم كنت مصابه، فيقولون ان يعني حتى احنا نقدر. اقول لهم اذا يعني امنتوا بربكم وان ان حطيتوا هدف جداكم ان تهزمونه خلاص، فانا اول خطوه راح اخذها ان بالفعاليه هذه راح اثبت حق الناس ترى السرطان مو معناته النهايه. فالحمد لله الخطوه الاولى وايد ساعدوني ان بهالفعاليه ان احققها واوري اللوادم ان ترى مو معناته خلاص كلمه سرطان يعني الموت، لا ترى في حياه ثانيه بعد السرطان. نعم. فالحمد لله ساعدوني وان شاء الله فعاليتكم ناجحه. رب العالمين بارك الله فيكم. استاذه منى، اذا نبي نتعرف على الفعاليات بشكل سريع والانشطه ان شاء الله المصاحبه لهذا الماراثون. ان شاء الله في عندنا طبعا احنا سوينا اعلان عن وجود بوث للأسبقية طبعا حق اللي راح يحضر مبكر يقدر ياخذ البوث، طبعا ما في موضوع تجارة او بيع او شيء، لكن مجرد انه يعرض في منتجات يدوية حق الناس الناجين من السرطان، اعمال يدوية منزلية، يعني اي احد يقدر يعني يجي ويعرض اشياء اللي يحب يعرضها في هذا. بعد في ما شاء الله وايد شركات يعني كانت رعاة معانا وان شاء الله ويقدمون هدايا واشياء حق ممتاز حق اللي راح يفوزون والحضور بعد. راح يكون ان شاء الله حدث وايد حلو، ونتمنى ان شاء الله الكل يحضر ويستمتع وان شاء الله نطلع بفائده. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. احب نكلم اخيره استاذ بدر تفضل. والله انا يعني في نقطه مهمه، يعني لازم نشكر الهيئه العامه للرياضه. نعم. ممثله في اداره الرياضه للجميع بالاخ حامد الهزيم الرئيس. نعم. ونائب نايف عفوا وليد السلطان مع الاخ عمر العجمي، يعني امانه. نعم. الهيئه هي الفعاليه راح تكون برعايه الهيئه والاخوان. نعم. في الهيئه امانه ما قصروا يعني في دعم الماراثون. نعم. وبالاضافه طبعا الى بعض الشركات ما قصروا بعد جزاهم الله خير. نعم. واعضاء الفريق بعد ما قصروا. والله انت اللي ما قصرتوا وانتم اللي تستاهلون كل دعم وانتم اللي مشكورين وانتم اللي فخر حق الكويت الامانه ولكل مقيم شريف على هذه الارض الطيبه، نفخر فيكم وان شاء الله تكون هذه التجربه خليجيه تنطلق من الكويت بدايتها وتستمرون الخليج والدول العربيه كافه. الحمد لله احنا مشكري. بعد استاذ بعد اضافه ان احنا الفريق الحمد لله قاعد يطلع فعاليات خارج الكويت. ممتاز. احنا في فبراير 2016 رحنا اكسبو دبي لمستلزمات ذوي الاعاقه وكان وايد تفاعل الناس معاكم جدا ناجح، خصوصا ان فريق جاي من الكويت، ويعني يمكن اللي يميز الفريق انه هو يعني فريق وقايه من الامراض. نعم. في ابريل هم 2016 شاركنا في معرض ضياء 3 بالرياض، وفي شهر 10 او شهر 11 تقريبا هم شاركنا بمعرض مستلزمات الاعاقه في البحرين، وان شاء الله نطمح حق اكسبو ذوي الاعاقه في شهر نوفمبر 2017 باذن الله. ان شاء الله يا رب. ليش لا، ربي يوفقكم ان شاء الله. وشكرا جزيلا لكم الاستاذ بدر الفضلي رئيس الفريق الخطوه الاولى للوقايه من الامراض، شكرا جزيلا لك. وشكرا وصلت استاذه منى له نائب الرئيس، وايضا شكرا لشوق الجويل سفيره محاربي السرطان مشكوره. ما تقولين شيء بالختام شوق؟ لا ماني قايله لك خلاص ما نسالك شيء يعني. كيفكم عادي؟ حياك الله مشكور ما قصرت بارك الله فيكم. كل الشكر لضيوفنا الكرام، ربي يعافي ويشافي كل مريض يا رب على هذه المعموره. تقبلوا تحيات فريق مسائي، كنت معاكم راشد حسن، تصبحون على امن وامان وصحه بالابدان، الى اللقاء.